جمع كبير من العلماء والمعممين ورجال الدين والسياسيين وشرائح المجتمع العراقي وشيوخ العشائر جاءوا يعزون باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي، ويعزون الأمة الإسلامية، وكذلك نعزي الإمام الخامنائي بهذه الفاجعة الأليمة. نقول إن هذا الرجل العظيم كان مفكراً وقائداً ومجاهداً وفقيهاً حقيقة خسر الإسلام، وبهذه المناسبة نعزي العالم الإسلامي ومراجعنا العظام، ونعزي أنفسنا ونعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستشهاد هذا الرجل. خسارة كبيرة للعراق بالشاد، لأنه فقد صديقا عزيزا كبيرا وشخصية استطاعت أن ترسم سياسة معتدلة في المنطقة، استطاع من كسر العديد من الحواجز التي كانت تعترض طريق الجمهورية الإسلامية والعلاقات العراقية الإيرانية ونقلها إلى مسافات متطورة. الدستور الإيراني يقول في حال وفاة الرئيس الإيراني أثناء ولايته تنتقل السلطة إلى نائبه الأول اللي هو حاليا محمد مخبر، هو طبعا مقرب من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية ويعتبر أيضا من قادة الحرس الثوري سابقا. أهلا بكم. خبر الاستشهاد لم يعلن والطائرة لم تسقط. دعونا نعود بالتاريخ لما قبل الحادثة، نتصفح في كتب البطولات، في فصول الشجاعة وأجزاء التضحيات. رجال قادة أشداء وشهداء لم يهادنوا أو يساوموا، خاضوا أشرس المعارك في الميدان والسياسة، في الإعمار والخدمة، تخرجوا من مصنع الثورة الإسلامية، وقفوا ضد المشاريع الأمريكية والاستيطانية، ضد الأجندات الفكرية، درسوا العالم أصول الحرب الناعمة كي لا يتنعم أصحاب المشاريع السوداء بيوم أبيض. كل بيانات العزاء وإعلانات الحداد وتنكيس الإعلام وإقامة مجالس الاستذكار لا تكفي ولا تفي حق خادم الرضا في يوم ولادة إمامه. كل مفاهيم السياسة الخارجية والملفات التفاوضية والتنسيق والتباحث والاتفاق تلخصت في سيرة حياة شهيد الخارجية، أما من رافقهما فقد حظي بالحسنيين معا، فسلام عليهم يوم ولدوا ويوم استشهدوا ويوم يبعثون أحياء مع النبيين والأئمة الأطهار والشهداء الصديقين. أهلا بكم. من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام. حلقة اليوم ستكون تغطية خاصة عن استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان ورفاقهم. إذن راح تكون بداية حلقتنا بتقرير الزميل شيبان سامي. على هذه الكلمات استفاق الشعب الإيراني الذي غادره النوم وشعور الراحة منذ لحظة اختفاء طائرة الرئيس في ظروف مناخية قاسية. إعلان خيم به الحزن على علماء الأمة الإسلامية وبلدانهم حكومات وشعوبا، ليعلن الحداد في العديد من البلدان في مقدمتها العراق الذي صدرت من جميع أطرافه الرسمية والسياسية والمجتمعية بيانات العزاء
وعلى رأسها بيان مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف. حقيقة بألم وحزن شديد تلقينا خبر استشهاد آية الله العظمى السيد إبراهيم الرئيسي والسيد وزير الخارجية عبد اللهيان والثلة الطيبة من رفاقهم الذين كانوا معهم بحادث مؤسف. وفي مثل هذا الظرف الصعب الذي تمر به الأمة وما كان لهؤلاء الرجال من مواقف شجاعة ومتميزة في مقارعة الاستكبار والمستكبرين. الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلد يلد ويصنع القيادات على مر العصور، تستنفر كل الإمكانات للحفاظ على رجالاتها والدفاع عنهم، دولة تركز على القانون والمؤسسات، لا تشهد فراغا دستوريا ولا يستشهد فيها قائدا إلا ويكمل مسيرته قائدا آخر. هذا ما سيحتم على محمد مخبر إكمال مهام الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي وعلي باقري المضي بنفس نهج مسيرة وزير الخارجية الشهيد أمير عبد الله يان. الجمهورية الإسلامية لن تتأثر بهكذا حوادث إن كانت فعلا مؤثرة وموجعة ومؤلمة، لكن السياسات العامة سوف تستمر. المادة 131 من الدستور الإيراني تنص على أن نائب الرئيس هو من يتسلم مهام إدارة البلد بموافقة السيد القائد السيد الولي الفقيه، وأيضا تشكل هناك لجنة من قبل رئاسة البرلمان والسلطة القضائية مع الرئاسة الجديدة من أجل أن تكون هناك انتخابات خلال 50 يوما تختار رئيس إيراني منتخب. أتينا اليوم بوفد من المجلس الأعلى الإسلام العراقي لكي نقدم أسمى المواساة وآيات العزاء لإخوتنا في الجمهورية الإسلامية متمثلين بسعادة السفير والأخوة العاملين في السفارة، ومن خلالهم في الحقيقة نرفع مواساتنا، مشاعرنا الصادقة، وقوفنا، تضامننا. المصاب مصابنا في خسارتنا الكبيرة بشخصية السيد إبراهيم رئيسي. 3 أيام ما هي فترة التي تستقبل فيها السفارة الإيرانية في بغداد جموع المعزين من قادة البلاد والقوى السياسية والعشائرية والمجتمعية برحيل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومرافقيهم. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذا مشاهدينا، محور الحديث في حلقة هذا اليوم ستكون مع رئيس مركز أفق للدراسات الاستراتيجية الأستاذ جمعة العطواني. أستاذ جمعة، مرحبا بحضرتك. ورئيس مركز القمة للدراسات الأستاذ حيدر عرب، مرحبا بجنابك. ياكم الله. وعبر سكايب الخبير الاستراتيجي من طهران الأستاذ هادي محمد. أستاذ هادي، مرحبا بكم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بجنابك. أستاذ جمعة، أبدأ مع جنابك، كيف من الممكن أن نلخص ما حصل خلال 24 ساعة الماضية من حادث مروحية الرئيس وتأثيراته وتفاصيل الحادثة بشكل عام؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جديد تحية بحضرتك وجناب السيد الموسوي وضيفك من طهران ومشاهدي قناة الأيام الأفاضل. ابتداء لا بد أن نرفع أسماعية التعازي إلى صاحب العزاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظله الوارف ومراجعنا العظام، وإلى الشعب الإيراني العزيز الكريم المجاهد، وإلى محور المقاومة والمستضعفين في الأرض بهذه الفاجعة الكبيرة والاستثنائية التي ألمت بنا جميعا. بالتأكيد كانت ساعات عصيبة بسبب طبيعة الظروف التي حصلت بها هذه الفاجعة، ما بين ظروف وأجواء غير طبيعية من عواصف وأمطار وثلوج وغيرها في منطقة جبلية وغابات، وما بين ملابسات أخرى أيضا لا تغيب عن أفق المحلل السياسي أو الخبير الأمني. ربما قد يكون هناك ثمة استهداف لآية الله السيد الشهيد رئيسي، على اعتبار أننا في جبهة مفتوحة مع العدو في حرب مفتوحة طال أمدها لأكثر من 8 أشهر في طوفان الأقصى. ولهذا كانت النتائج رغم الإعلان عن رفات الشهداء وتحطم الطائرة، لكن بالتأكيد تم تشكيل لجنة كما هو معلوم. نعم. من خبراء وأصحاب اختصاص في الجمهورية الإسلامية لمعرفة الحيثيات التي حصلت فيها هذه الفاجعة وهذا المصاب الذي ألم بنا جميعا. لكننا أولا واثقون
من اليد الغيبية التي ترعى الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من 4.5 عقود، مرت الجمهورية الإسلامية بأزمات وبفواجع، ولا أتصور أنها سوف تمر بفاجعة أكثر من فاجعة رحيل السيد الإمام الخميني قدس الله سره الشريف وما يعنيه من كاريزما ومن شخصية ومن مؤسس للجمهورية الإسلامية في إيران، واستطاعت أن تتجاوزها بذلك الفيض والغيب الإلهي الذي دعم الجمهورية الإسلامية. وكذلك أكثر من عمليات تفجير حصلت في الجمهورية الإسلامية، راح ضحية ذلك التفجير رئيس الجمهورية وما تلاه من قيادات، استشهاد الحاج قاسم سليماني أيضا، وأحداث كبيرة، حرب مفروضة 8 سنوات على الجمهورية الإسلامية خرجت منها معافاة. وأعتقد أنه وجود السيد الإمام يمثل ضمانة، الإمام الخامنئي يمثل ضمانة حقيقية لاستقرار الجمهورية واستتبابها، وكذلك المؤسسات التي بنيت خلال 4 عقود أيضا كفيلة بإيجاد ثمة مخرجات قانونية ودستورية. وكما حصل اليوم تم تكليف نائب رئيس الجمهورية بمعية رئيس السلطة القضائية والسلطة التشريعية مجلس الشورى بإدارة أمور الدولة، ريثما يتم إجراء انتخابات خلال 50 يوما. أستاذ حيدر، رحب بحضرتك مرة أخرى، كيف تابعت الأجواء التطورات السريعة خلال هذه 24 ساعة؟ هناك أسئلة كثيرة تدور حول الحادث تبحث عن إجابات حتى اللحظة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لك سيدي الكريم، قناتكم، مشاهديكم، متابعيكم الكرام، ضيفكم العزيز الشيخ جمعة وضيفكم من طهران. بدءا نرفع آيات التعازي إلى إمام العصر وكذلك إلى الشعب الإيراني، وحقيقة الإمام علي خامنئي والمرجعية الشريفة، وكذلك نرفع العزاء لأنفسنا ودعاءنا حقيقة لهؤلاء الشهداء بالرحمة والرضوان ولذويهم بالصبر والسلوان. أنا أعتقد هذه الأحداث التي جرت خلال فترة 22 ساعة التي مضت لربما أحداث متسارعة. أولا الحادث حادث فجائي لم يكن أحد أن يتوقع، باعتبار هنالك سينيورات عديدة نتحدث عنها، لكن الحالة الأولى هو الحادث الطبيعي لهذا الحادث، باعتبار هنالك ظروف جوية غير ملائمة، كذلك رافقتها أيضا هذه الأجواء، أيضا عدم دراسة لهذه الأجواء باعتبار ما كانت هنالك أجواء غير طبيعية، كان من المفترض أن تؤجل رحلة الرئيس أو طيران الرئيس، وبالتالي أيضا المنطقة التي كان يتواجد بها الرئيس هي أيضا تعتبر منطقة جبلية شائكة، صعوبة أن نتنبأ بالأنواع الجوية التي تحدث في هذه المنطقة، والأخرى الرؤية الأخرى لربما هنالك يد خارجية وبفعل فاعل. وأنا أعتقد من يتجرأ بهذه القضية لربما هو لا يعي عواقب هذه القضية إذا ما تم الوصول إلى حقائق على أن هذه القضية هي قضية إجرامية وبفعل فاعل. وبالتالي أيضا حقيقة نحن كمتابعين لهذا الشأن لاحظنا كثير من الإشارات والعلامات التي لربما تعطينا بعض الدلائل على أن هذا الحادث ليس بحادث طبيعي، ولا هو حقيقة نتج عن عطل حقيقة داخل الطائرة أو نتيجة الظرف الجوي. لماذا حقيقة لم تتأثر الطائرات الأخرى التي وصلت؟ وبالتالي هنالك علامات. النقطة الأولى التي سجلناها حقيقة، لماذا كان هنالك إصرار من قبل الجانب الأذري بأن يكون السيد رئيسي حاضرا بهذا الافتتاح، وكان من الممكن أن يكون هنالك شخصيات أخرى حكومية تنوب عن السيد رئيسي بافتتاحه؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى، نحن نعلم أنه هذه المنطقة تحديدا كان هنالك نشاط ونشاط كبير جدا لعصابات الكيان الصهيوني حقيقة ومخابراته وموساده، وبالتالي أيضا هذه النقطة أيضا تسجل. النقطة الأخرى، عندما شاهدنا في فجر اليوم حطام هذه الطائرة حقيقة للمستدل والمتابع والحق المقيم لهذه القضية، هذا الحرق أو التحطيم بشكل كامل لهذه الطائرة، هل تستطيع أن تقول هي نتيجة حادث أو اصطدام؟ وبالتالي أين بقية هيكل الطائرة؟
هذه الملاحظات التي سجلناها، أيضا دخول طائرة التجسس الأمريكية مع وصول السيد رئيسي إلى هذه المنطقة، دخلت إلى أذربيجان، دولة أذربيجان ماذا تفعل ولماذا أتتها في هذه اللحظة، على الرغم أن هذه الطائرة لم تتواجد منذ عام في الدولة الأذرية في هذا الموضوع. أيضا أنت تعرف العلاقة المتشنجة التي كانت ما بين الجمهورية الإسلامية والدولة الأذرية، هذه جميع حقيقة عندما يفكر فيها المحلل السياسي وبرؤية ربما تسحبنا إلى هذا الاستنتاج وتسحبنا إلى هذه الرؤية. لكن أنا أعتقد أنه من فكر أو من يفكر بأنه سوف يستهدف هذه أيضا الشخصية، أيضا إعلان الكيان الصهيوني براءته من الحادث قبل أن تصل معلومات يعني استشهاد الرئيس. يعني كثير من المواقف التي سجلناها لربما تجعلنا أن ندفع بأصابع الاتهام بهذا الاتجاه تحديدا. الشيخ تحدث عن الصعوبات التي واجهت الجمهورية منذ انطلاقها وتأسيسها وانتصار الثورة الإسلامية عام 79، لكن أنا أنظر إلى نقطة جدا مهمة، من الدولة التي حفظت حقيقة بقاء واستمرار القضية الفلسطينية؟ ما احنا شفنا في الآونة الأخيرة كانت العملية السياسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بدأوا لا يتحدثون عن حل الدولتين، وإنما هنالك حديث عن إنهاء حقيقة شيء اسمه فلسطين أو دولة فلسطينية، وكانوا يتحدثون عن بلدان بديلة، ولربما كان هنالك الحديث عن صفقة القرن وتسكين هؤلاء في الأنبار. من الذي حفظ؟ من الذي حافظ على هذه القضية؟ الجمهورية الإسلامية. ما أن انتصرت هذه الجمهورية إلى أن انبرأ السيد والإمام رحمة الله عليه ورضوان الله تعالى الإمام الخميني بتحديد الشهر الفضيل وآخر جمعة من هذا الشهر بأن يكون يوما للقس، وكأنه تنبؤ للمستقبل بأن هذه القضية سوف يتم التآمر عليه، وبالتالي علينا المحافظة عليها. أعود من أستاذ حيدر إذا تسمح لي، طولنا على أستاذ هادي. أستاذ هادي رحب من جديد بحضرتك، عظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل. أستاذ هادي أسألك، صف لنا الأجواء داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما قبل وبعد الحادثة على المستوى الشعبي والسياسي، وأيضا تفاصيل الحادثة، ما الجديد بخصوص متابعتها؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الأعزاء واحترامي لهم ولشعب العراق الحبيب. أهلا بحضرتك. أعزكم وأعزي أنفسنا وأعزي كل الشعوب المقاومة على صعيد المنطقة وعلى صعيد شعوب الأحرار، الذي يعني فقد حياته رئيس ووزير خارجية إيران وشخص مميز مثل السيد الهاشم وآخرين من الشهداء. هؤلاء ليسوا بس يعني فقدهم يؤثر ويعتبر خسارة للجمهورية الإسلامية وشعبنا ومؤسساتنا، هذا خسارة لجميع الشعوب الصديقة والمقاومة وعلى صعيد العالم كله بالأحرار. هذا واحد. الثاني انه ايران دوله مؤسسات وله تجربه مره يعني على صعيد عقود الماضيه، يعني لها تجربه مختلفه متلوثه من قبل يعني تدخلات وايجاد الازمات وايجاد العرقله في موضوع السياده والامن والاقتصاد وكافه الموضوعات. لكن ايران أثبتت بأنه هذا دولة مؤسسات، دولة قانون، ويتجاوز هذا المهن، يتجاوز المشهد. الثالث بأنه هذه الحادثة والتكهنات في سيناريوهات نستطيع أن نتطرق في سيناريوهات مختلفة، لكن هذا السيناريوهات يحتاج قبل أن نتكل على التحليلات وفرضيات المختلفة يحتاج إلى معلومات حتى نحسم النتيجة ونستنتج نتيجة واقعية. ما فينا نتطرق بشكل بكل الاحتمالات الضعيفة والقوية. بهذا السبب اليوم تشكلت لجنة بأعلى مستويات العسكرية والأمنية من قبل اللواء سيد باقري بأركان قوى المسلحة الإيرانية ليتابع ويدرس كل كافة
كهونات وسيناريوهات وفرضيات على أساس المعلومات المختلفة. فهذا الموضوع المعقد يحتاج إلى معلومات خاصة. جيد أستاذ هادي، يعني حسب المعلومات المتوفرة، هل كانت بالفعل طائرتان ترافق طائرة الرئيس، وبالتالي الطائرتان وصلت بسلام وبقيت طائرة الرئيس فقط التي تعرضت للحادث؟ نعم، كان هناك ثلاثة طائرات هليكوبترات الذي كان يعني يشكل يعني فريق الوزاري والتقني الذي كانوا يشاركون في مراسيم الافتتاح في سد على نهر الأرس، وكان بطيارة الرئيس سبعة أشخاص مع الطيارين والمساعدين والمسؤول الحفاظة للشخصيات عميد موسوي، وكما تعرفون يعني هذا كانوا مع الضاد البرد، فأجواء وقيوم والضباب على هذا المنطقة مسيطرة وهذا المنطقة ظاهرة وقابات يعني مكثفة على هذا المنطقة وطقس غير عادي ممطر، وحتى بالليل بدأت الثلوج على هذا المنطقة ومنطقة غير مسكونية، يعني ليس هناك أي قرية وضيعة في داخل هذا المنطقة، هناك قرى وضيعات أطراف هذا المناطق، لأنه هذا المناطق ليس لها أي طرق حتى ترابية يعني للتمشيط وللعبور من هذا المناطق، هذا أثرت على مسارات العشرة ساعات 11 ساعات لتفتيش وتمشيط المنطقة. الطائرات الثلاثة كانوا يمشون مع بعض البعض، لكن بفاصلة يعني ببعد يعني منطقي مع بعض البعض، عندما يعني استدم طائرة الجبل عرفوا طائرتان الأخرى التي كان مع هذا وحبطوا. أستاذ هادي، حسب قراءتكم ومتابعتكم، هل كان حادثا أم استهدافا ربما مخطط له؟ أي السيناريوهات أقرب حسب المتابعات والمعلومات المتوفرة؟ ما فينا نحصل على هذا الفرضيات، فينا نتطرق وفينا نسجل هذا التكهنات، لكن كل السيناريوهات يحتاج إلى معلومات تقنية، معلومات إلكترونية، معلومات استخبارية، وكافة المعلومات تجب تكون تحت إيد المهنيين في من هذا الناحية حتى يعني يحسم الفرضية الأساسية، هل استدم بخطأ إنساني، هل استدم بعطل يعني فني، هل يعني تدخلت يعني عوامل خارجية، هل كان هناك عناصر نفوذية، هل كان يعني هذا كل هذا التكهنات والسيناريوهات فرضيات يحتاج إلى معلومات دقيقة، لكن بنظريات عامة وبتكهنات عامة فينا نسجل يعني عدة فرضيات، لكن إذا يعني نتطرق إلى يعني روح الانتقام من قبل الصهاينة تجاه الجمهورية الإسلامية، ياما الولايات المتحدة تجاه الجمهورية الإسلامية وحتى أطراف أخرى يعني حتى أوروبيا ممكن، هذا يجب أن يعني نجمع كل المؤشرات المرتبطة بهذا. ما هي أقرب الفرضيات أستاذ هادي؟ نعم، أقرب الفرضيات. نعم، أنا يعني أريد أن أؤكد يعني هذا كل المؤشرات يحتاج أن تنجمع يعني حتى تستفيد منه، يعني أمريكيين الذين يدخلون في مسارات التنافسية الانتخابية يعملون يعني يحسبون ألف حساب، لا يدخلون بمقامرات حتى يعني هذا جربوا إيران، إذا أثبتت بأنه أمريكيين يا أما كيان الصهاينة داخلين في هذا الموضوع لهم يعني دور في هذا المسألة يعني بشكل مؤكد، هؤلاء بتقييماتهم يعني يؤكدون على الرد الإيراني الرادع، وهذا
يؤثر على 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 ظروفهم وعلى حساباتهم وعلى على مقدوراتهم. بهذا السبب اذا نتطرق الى فرضيات يجب ان يعني ننظر بكافه الابعاد وظروف المؤشرات حتى يعني نوصل بالنتيجه، وخاصه نحتاج الى معلومات دقيقه. هناك بلد، هناك تياره تجسسيه بشكل يعني منظم يتردد في مناطق البوغاز، لكن في نفس الوقت كان هذا الطائرة موجودة، هذا معلومة معينة، لكن من ناحية أخرى يحتاج إلى يعني معلومات أخرى تقنيا وبضبضبات، مطابعة الضبضبات والفريكونسات الموجودة على صعيد المنطقة حتى يعني نحسم الفرضيات إيجابا وسلبا. جيد أستاذ هادي، إذا تسمح لي أعود لحضرتك بعد أن أنتقل أستاذ جمعة. أستاذ جمعة، ماذا إن ثبت إن كان الأمر بفعل فاعل؟ اليوم نتحدث عن 3 طائرات في مقدمتها طائرة الرئيس، الطائرتان تصل بسلام ما عدا طائرة الرئيس، فقدان الاتصال وأجهزة الاستشعار وأرسال الإشارة في البدء وصلت إشارة لكن بعدها انقطعت، الكثير من الأمور التي تثير الشكوك. في مثل هكذا أجواء وظروف تنطبق القاعدة العقلائية اللي تقول كل ما قرع سمعك فضعه في زاوية الإمكان، يعني كل الاحتمالات يجب ألا تصفرها. ليش؟ لأنه إذا ذهبنا باتجاه الحادث الطبيعي أكو ظروف موضوعية تجعل من يذهب إلى أن الحادث طبيعي، طقس غير طبيعي، جغرافي وتضاريس استثنائية بكل المقاييس، غابات، ثلوج، أمطار، نسبة الرؤية تكاد أن تكون صفر. وحتى بالمناسبة الذين بحثوا عن رفات الشهداء وأشلاء الطائرة استغرقوا 10 ساعات تقريبا في ظل حركة طبيعية. إذن المنطقة والجغرافية استثنائية بكل المقاييس، فمن يذهب إلى أن الحادث طبيعي لديه المعطيات الميدانية التي تجعله أن يقول الحادث طبيعي. وأيضا لدينا تقريبا 12 حادث على مستوى رؤساء دول وقيادات وكبار جنرالات قد سقطت طائراتهم، نعم، أيضا بفعل ظروف استثنائية، أما أن تكون الجو غير طبيعي أو تكون الجغرافية استثنائية، جبال وهضاب وغيرها. الذي يذهب إلى النظرية الأخرى أو الاحتمال الآخر أيضا لديه المعطيات على اعتبار أن المنطقة تعيش ظروف أمنية وعسكرية استثنائية. نعم. نحن الآن في الشهر الثامن من معركة طوفان الأقصى المقدسة، والجمهورية الإسلامية قد دخلت بالحرب بصورة مباشرة عندما ردت على العدوان الصهيوني ضد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، وأمطرت الكيان الصهيوني بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة، تجاوزت 300 طائرة مسيرة وصاروخ باليستي وطائرة محرك. إذن أيضا هنالك معطيات أمنية وعسكرية تجعل من الممكن أن يكون الفعل أو الحدث بفعل فاعل، وبخاصة مع أنه فعلا أكو طائرتين وصلت سالمة وهي تعيش في نفس الظروف الجغرافية، نفس البيئة، نفس التضاريس، نفس الغابات وإلى غير ذلك. لماذا سلمت هاتان الطائرتان ولن تسلم الطائرة الثالثة؟ إذن أقول كل المعطيات هي تجعل أن من حق أي شخص يرجح كفة على كفة أخرى، لكن بالنتيجة النهائية الذي حصل حصل. نحن غير مستعجلين إلى أن نحكم من أو ما هي أسباب الذي حدث، يعني سواء بعد يوم أو بعد شهر، على اعتبار أنه الآن لدينا مرحلة ما بعد استشهاد السيد الرئيس والسيد وزير الخارجية، كيف تسير الأمور السياسية. أعتقد الآن هنالك ثمة استقرار سياسي غير مسبوق في داخل إيران. لماذا؟ إجماع الأطراف والزعامات السياسية من قيادات أصولية، إصلاحيين، معتدلين، بالتأكيد يشعرون بأن ما حصل هو خسارة كبيرة للجمهورية الإسلامية في إيران. بل أكثر من هذا، على الصعيد الشخصي لأول مرة أسمع بأن مجلس الأمن الدولي يقف دقيقة كاملة حداد على روح السيد آية الله رئيسي، لما يمثله من كاريزما، لما يمثله من شخصية مبدئية، لما يمثله من نجاحات تحققت حتى في داخل الجمهورية الإسلامية. 3 سنوات وجد
المجتمع الإيراني بأن هنالك قيادة حكيمة ترابية تلامس حاجات الفقير رغم تقدمه بالسن، لكنه يطوي الليل بالنهار من أجل أن يسافر ما بين محافظات ويوفر خدمات وغير ذلك. واجه الحصار الاقتصادي غير المسبوق على الجمهورية الإسلامية بحكمة وحنكة، وهذا بالتأكيد يمثل ثمة استشعار للمواطن العراقي الإيراني بأنه لا يمكن أو لا يسمح للمواطن الإيراني بأي طرف آخر يمكن أن يوجد ثمة مثلبة. إذن هذا الإجماع السياسي من كل الأطراف المتنافسة يجعل العملية تسير بسلاسة. 50 يوم تفصلنا، كل الأطراف تواقة لأن تشارك في الانتخابات القادمة، حتى المقاطع الانتخابات السابقة سوف يشاركون في هذه الانتخابات. جيد. أستاذ حيدر، كيف تقرأ الداخل الإيراني بعد استشهاد السيد إبراهيم رئيسي؟ أنا أعتقد أولا قبل أن أتحدث عن الداخل الإيراني بعد الاستشهاد علينا أن نتحدث عن الداخل الإيراني مع سماع الحادثة. حقيقة مشهد من قطع النظير لم نشهده سابقا بتلاحم الشعب مع القيادة. شاهدنا كيف خرج الشارع الإيراني بأجمعه، حقيقة مؤيديه ومعارضيه أو بالتعبير السياسي اليمين واليسار في داخل هذه الدولة، خرجوا إلى الشارع، إلى المساجد، إلى الأضرحة، رافعين أكفهم بالدعاء بسلامة الرئيس ورفاقه، وبالتالي هذا تلاحم من قطع النظير. إذن نحن من هذه النقطة نستطيع أن نؤشر على أنه ما قام به هذا الشخص ورفاقه خلال الفترة الماضية قد نجحوا بإيصال هذه المعلومة، على الرغم أنه واجهت الجمهورية الإسلامية كثير من التحديات، كانت هنالك تظاهرات، كانت هنالك محاولات من الغرب حقيقة بخلخلت هذا المجتمع الإيراني المحافظ الإسلامي، وبالتالي مع هذه الهجمة الكبيرة استطاع هذا الشخص أن يجمع الشتات، أن يجمع المتناقضات بأجمعه، وكان الدليل هذا. أما ما بعد حقيقة شاهدنا الاستقرار السياسي أولاً، الجميع مجمع على أن هذه الدولة تستطيع أن تجتاز هذه المحنة، رئيس جمهورية، وزير خارجية، محافظ لمحافظة، مستشار للولي، وبالتالي الفريق الذي استشهد هو ليس بالفريق العادي، لكن هذا الاستقرار وهذا الهدوء الذي شاهدناه من خلال الممارسات السياسية والدستورية حقيقة والمؤسساتية يعطي دلالة على أن هذه الدولة دولة كبيرة وعظيمة تستطيع أن تتجاوز كل المحن، وبالتالي كان هنالك التعيين المباشر لوزير الخارجية بعد إعلان هذه بسويعات بسيطة، أيضا تشكيل اللجنة الخاصة بقضية إمضاء المادة الدستورية 131 بتشكيل هذه اللجنة والاستعداد للانتخابات، وأيضا تسمية نائب الرئيس بأن يكون هو حق رئيس للدولة خلال الفترة الانتقالية اللي هي فترة 50 يوم. نعم، ما متابعتك لمسيرة هذا الرجل وخاصة المقرب جدا من الإمام الخامنئي؟ أنا أعتقد إذ ما أردنا أن نتابع جميع رجالات هذه الجمهورية يستحقون أن يكونوا قادة، وبالتالي عندما تعرضت هذه الدولة للكثير من الهزات وشاهدنا في الآونة الأخيرة كم من القيادات التي تم حقيقة اغتيالها واستشهدت، لكن كان البديل حاضرا، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الشخصية ومن خلال المسيرة الفنية والإدارية لها كانت من الشخصيات التي يتحدثون عليها على أنها مقربة من سماحة الولي، وبالتالي كان حقيقة دفعها إلى هذه القضية واختيارها بأن يكون نائبا لرئيس الجمهورية من خلال ما قدمه خلال الفترة الماضية من جهد وعمل وتعبئة، باعتبار أنه أيضا رجل قانوني ويتمتع بهذه الخبرات وأيضا عمل كفترة طويلة كمستشار، وبالتالي هذا الكم حقيقة من الخبرات المتراكمة أعطت لهذا الرجل هذه المكانة وأعطته أيضا هذا الدعم وهذا الاحترام من سماحة السيد الولي. نعم أستاذ هادي، هل يمكن سد فراغ الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ونحن نعلم حجم الوقت والجهد الذي عملوا به للوصول بالجمهورية إلى ما وصلت إليه اليوم؟ حقيقة يعني شخصية السيد الرئيسي وشخصية السيد أمير عبد الله وزير خارجية يعني كانوا يعني متمثلين بالريام الأساسية الثورية المقاومية الجهادية، وبهذا السبب سميت بلسان سيد القائد
بتوصيفات يعني غير يعني مصروف وغير مستعمل من قبل تجاه أي من رؤساء السابقين. يعني هذا قليل ما سميت بهذا التوصيفات باللسان سيد القائد. وزير خارجية سيد أمير عبداللهيان وصفت باللسان سيد شهيد قاسم سليماني حاج قاسم سليماني بأنه هذا وزير خارجية المقاوم ومحبوب في بين شعوب المنطقة وخاصة في موضوع فلسطين. وسيد الرئيسي بهذا التوصيفات الذي يعني كما قلت ما كنا نسمع بلسان سيد القائد الرؤساء الآخرين السابقين في عقود الماضية. يعني وصفت قريب من توصيفات الإمام الخميني تجاه سيد شهيد رجائي، وهذا ثاني رئيس جمهور الذي يستشهد بمهامها الرئاسي ومهامها الوطني ومهامها الثوري والجهادي. هذا أثرت على شعور العاطفي بين الشعوب والمجاميع مختلفة في إيران وخارج إيران، في مراقد المقدسة وفي مساجد وفي تجمعات العفوية في الشارع. واليوم يعني كنت أشاهد بنفسي وبعيوني حتى بالشارع خلال القيادة بالسيارة، يعني كان بعض الناس الذي كانوا يسمعون بالراديو كانوا يبكون بسماعها، وكان هناك مقابلات كثيرة بأقشار مختلفة بين الشعب الذي كانوا يعصفون ويبكون ويعني يذكرون سيد الرئيسي وطاقمه الحكومي بمخلصين وخادمين للشعب. أنا أتصور هذا أوسع من دائرة الجمهورية الإسلامية. شعبنا في العراق وفي فلسطين وفي لبنان وفي كافة المحور المقاومة وجبهة المقاومة، حتى اليوم اتصل سيد بوتين بسيد مخبر واعتبر هذا خسارة له، فقد السيد الرئيسي. يعني هذا خسارة لشعوب المنطقة، يعني فقدنا. لكن الأولوية الأولى بلسان سيد القائد استقرار مؤسساتي واستمرارية عملهم في هذا المرحلة الانتقالية يعني يكمل طريقتها ومهامها. وكما تفضل الأخ، موضوع التحقيقات والدراسة في تكهنات والسيناريوهات المحتملة بهذا الحادث، إذا يكون عوامل أخرى يعني من طرف الثالث من نيتو يا أما من كنس هيوني يا مباشرة من أمريكيين يا حتى أحتراف أخرى مثل المنافقين بإيجاد يعني تغلغل داخل وإيجاد مثلا عطل خاص، حتى يعني بأضعف سيناريوهات هناك دراسة من قبل لجنة ممكن بعد شهر ممكن بعد مدة أقل وأكثر من هذا يوصل بالنتيجة. بهذا السبب أنا أكدت يعني شخص الذي يتابع عن قريب يعني بموضوعات مرتبطة بهذا الموضوعات بأنه هناك عناصر إيجابية يقوي بعض السيناريوهات، وهناك مؤشرات ومعلومات يضعف بعض هذا السيناريوهات. وبهذا السبب أنا أؤكد بأنه يعني يجب أن ننتظر النتائج واستنتاجات الدقيقة متكلة على جيد. أستاذ هادي، إذا تسمح لي أعود لحضرتك بعد دقائق. أستاذ جمعة، على الرغم من الخسارة الكبيرة، خسارة عزيز الإمام الخامنئي وأيضا كبير الدبلوماسيين والمفاوضين والمدافع الشرس عن السياسات المناهضة للغرب، لكن الإمام الخامنئي اليوم يؤكد على الصبر والقوة في هذه المرحلة لما لها من حساسية بالغة في الداخل الإيراني. بالتأكيد عندما نتحدث عن دولة بحجم ووزن الجمهورية الإسلامية في إيران لا تتأثر بغياب أي قيادي كبير فيها، وذكرنا قبل قليل يعني ما أعتقد أن الجمهورية سوف تفقد شخصية أكبر وزنا وأكثر
أكثر ثقلاً من شخصية السيد الإمام المؤسس. نعم. واستمرت رغم الظروف، حرب 8 سنوات وحصار مطبق وعمليات اغتيال والقتل لنا عادة كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، وكرامتنا من الله الشهادة. الجمهورية اللي عمرها 40 أو 43 سنة بالتأكيد ولادة لقيادات، يعني هي ما جاءت من فراغ، ما جاءت من انقلاب عسكري حتى يمكن تكون طارئة على الدولة، جاءت ضمن مشروع عقائدي قبل أن يكون مشروع سياسي، مشروع سياسي رصين مبني على أساس ثوابت إسلامية. الذي قاد هذا المشروع هم كبار مراجع قدموا شهداء من كبار علماء في الجمهورية الإسلامية في إيران 40 عام، والكفاءات تعمل. لأن نتحدث عن الرئيس الحالي مخبر، شخصية أيضا استثنائية، عنده شهادة دكتوراه في أكثر من اختصاص بما فيها الجانب الفيزيائي، بما فيها الجانب القانوني، بما فيها هو شارك وساهم باكتشاف لقاح كورونا في داخل إيران. نعم. وقام بلقاح ابنته قبل بقية الشعب الإيراني، يعني هكذا حرص وهكذا شعور بالمسؤولية. الآن وزير الخارجية البديل اللي هو معاون السيد حسين عبد الأمير اللهيان هو شخصية أيضا مخضرم في العمل الدبلوماسي، المعاون الدبلوماسي والسياسي للسيد عبد اللهيان. بالتأكيد هكذا طاقات كامنة في داخل الجمهورية الإسلامية قادرة على أن تملأ الفراغ الذي يتركه آية الله رئيسي أو غيره من الشخصيات. لا تسمح لي أستاذ جمعة بالدقائق الأخيرة المتبقية، أريد تتحدثوا لي عن دور الشهداء في دعم القضية الفلسطينية بشكل مباشر ونصرة هذا الشعب المظلوم ومواقفهم المشرفة خلال قضية فلسطين. في نظر الجمهورية الإسلامية وقياداتها وشهداء الجمهورية الإسلامية مو قضية سياسية، قضية عقائدية قبل كل شيء، قضية إنسانية قبل أن تكون قضية سياسية. ولهذا المتابع لحركة السيد الإمام الخميني قدس الله سره منذ معارضته للشاه كان يحمل قضية فلسطين في وجدانه وفي ضميره. البعض كان يتصور أنهم هي مجرد شعارات معارضة، وشعارات المعارضة تختلف عن شعارات الدولة. وما أن انتصرت الجمهورية الإسلامية في إيران حتى بقيت نفس الشعارات التي حملت في المعارضة هي نفسها في هذه الدولة. الآن الضريبة الكبرى التي تدفعها الجمهورية الإسلامية في إيران هي وقوفها مع الشعب الفلسطيني ومع مقدسات المسلمين في فلسطين. لو إيران تعاملت ببرغماتية مع قضية فلسطين أسوة ببقية الدول العربية المطبعة، الآن لأصبحت أكبر دولة دموية ومهيمنة على الشرق الأوسط بكامله بدعم أمريكي وبدعم غربي. لكن الضريبة التي تدفعها الجمهورية الإسلامية في قضية فلسطين أكبر من أي ضريبة أخرى. 40 عام حصار، حروب، عمليات اغتيال على قضية فلسطين ليس أكثر. وتذكر السيد ظريف في إحدى اللقاءات يقول وزير الخارجية الأمريكي الأسبق قال دعنا من قضية الاتفاق النووي، دعنا من قضية اليورانيوم، دعنا من قضية السلاح، تعال نتفق على فلسطين. تعاملوا مع فلسطين أسوة ببقية الدول الخليجية والعربية، ونحن مو فقط نفتح عنكم الحصار بل نساعدكم حتى في امتلاك التكنولوجيا والسلاح النووي. إذن الإيرانيون يدفعون على مستوى قيادات وعلى مستوى الشهداء ضريبة قضية فلسطين لأنها قضية عقائدية قبل أن تكون كل شيء. أستاذ حيدر، على ما يبدو يعني ثمن نصرة الحق باهظ جدا، كيف تقرأ دور هؤلاء الشهداء وخاصة سيد إبراهيم رئيسي والسيد حسين أمير عبد اللهيان في نصرة القضية الفلسطينية ودعمهم المباشر إلى القضية الفلسطينية؟ أولا أنا أقرأ هؤلاء هم قادة لمحور المقاومة، هذا المحور الذي استطاع أن يجعل هذه القضية هي القضية أو يعيد هذه القضية إلى الواجهة من خلال ما قدمه لفصائل المقاومة الفلسطينية، من خلال ما خططه ما بناه داخل حقيقة الأراضي المحتلة. وبالتالي عندما نقرأ القضية الفلسطينية تاريخيا نشهد التآمر، نشهد بيع القضية من من يسمون نفسهم عربا أو من يسمون نفسهم مسلمين. وبالتالي قبل قليل تحدثت وقلت لك كادت القضية الفلسطينية أن تنهى بهذه حقيقة التآمر والعمل السياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني عندما عجلت بقضية قطار التطبيع ما بينهم وما بين هذه البلدان. وصلت قضية التطبيع وإنهاء القضية الفلسطينية قاب قوسين أو أدنى لولا
هنا هذه الدولة وهذه النقطة هي النقطة المصيرية، لولا موقف الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة لأصبحت الآن فلسطين والقدس بخبر. كان لي السيد الرئيسي وللسيد عبد الأمير التأثير الحقيقي بجعل هذه القضية أن تعود إلى الواجهة بشكل حقيقي وواقعي. كان الدعم اللامحدود من قبل الجمهورية الإسلامية حقيقة لفصائل المقاومة، وإلا هذه التكنولوجيا التي تتمتع بها هذه الفصائل، هذا التسليح وهذه الصناعة الموجودة في الداخل الفلسطيني، من نقل هذا حقيقة هذه التكنولوجيا؟ أكيد نحن دائما نتحدث ونذكر الشهيد قاسم سليمان الذي كان له الدور الكبير في هذه القضية، لكن الدعم الحقيقي واللامحدود كان من هاتين الشخصيتين السياسيتين اللذان كان يطرحان القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية والسياسية. الوقت داهمنا. الأستاذ حيدر عرب رئيس مركز القمة للدراسات، شكرا جزيلا لهذه المتابعة، ورئيس مركز أفق للدراسات الأستاذ جمعة العطواني أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، وأيضا من طهران عبر سكايب الخبير الاستراتيجي الأستاذ هادي محمد أشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدينا قبل ختام حلقة هذا اليوم راح نستعرض وإياكم أبرز ما جاء في حساب الإمام الخامنئي على منصة إكس خلال الساعات الماضية.